بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول ما أثير حيال الحلقة التي بعنوان انهيار السياحة في بلدان الطرابيش، لم يكن وصف الطرابيش المقصود به المغرب، بل هو مصطلح اخترعته لكل البلدان التي استعمرها الترك المغول، بينما المغرب لم يكن من تلك البلدان التي استعمرها الترك المغول، وهذه حقيقة يجب أن يفخر بها المغاربة الشرفاء عن غيرهم من البلدان. فبلادنا أيضاً المملكة العربية السعودية لم يستعمرها الترك المغول. وأتذكر في إحدى حلقات المدعو معتز مطر بأنه قال في إحدى ردوده علي قبل عام أن الترك المغول لم يستعمروننا لأن بلادنا صحراوية قاحلة، فماذا يريد بها الترك المغول؟ وهنا أرد على المدعو معتز بأن المغرب لم يستعمر، وهو بلد زاخر بالخيرات، ومع ذلك لم يستطع الترك المغول من استعماره. فماذا يرد معتز هانم؟ عموما أوجه اعتذاري للشرفاء والشريفات بالمغرب الشقيق على إسقاطاتي العفوية في تلك الحلقة، وأنا لا أحمل حقدا على المجتمع المغربي ولا على الحكومة المغربية، بالعكس أكن للشرفاء والشريفات منهم كل الاحترام والتقدير. أما ما يخص الحملة الإعلامية ضدي من قبل المغاربة فأقول الله يسامحهم كلهم دون استثناء، وأتمنى أن تتوقف تلك الحملة، لأن ترديد كلماتي باستمرار تسيء لهم أكثر مما تسيء لي، وكثرة ترديد تلك الكلمات قد يستغلها أعداءكم ضدكم في إثارة الفتن الداخلية، مستخدميني كحصان طروادة. فإذا كانت لديكم مشاكل داخلية فعالجوها بعيدا عني، فأنا لن أتدخل بالشأن المغربي سواء الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو السياحي مرة أخرى. كما سرني حقيقة ما شاهدت من كثرة القنوات على اليوتيوب للمغاربة، وكنت في السابق لا أعلم عنها شيئا، لأنني كثيرا ما أشاهد تعليقات المغاربة على قنوات أخرى لشتات الرومان وغيرهم، مثل قناة معتز هانم وصبوحة فوزي وأسعد تيرالي وغيرهم، ومشاركات المغاربة هي التي تزيد مشاهدات هذه القنوات والإعجاب بها. وهؤلاء وغيرهم من مرتزقة هم مجرد فعلا مرتزقة بالريال القطري في الفترة الحالية، وقد تشاهدونهم يوما ما مرتزقة لدولة أخرى. هؤلاء لا أوطان لهم، إنما أوطانهم هو من يدفع لهم. وهنا أود أن أنوه إلى حقيقة قد ذكرتها في فيديوهاتي السابقة، بأن الشعب المغربي والشمال الإفريقي عموما هم الشعوب التي جذورهم وتاريخهم يمتد لآلاف السنين، بينما شعوب الأمصار الأخرى لا جذور تاريخية لديهم. لذلك لم نجد مغربيا إعلاميا مرتزقا بالريال القطري أو المغولي. وهنا أود أن أعرج على الدول التي لديها أصالة، فعناصر الدولة هي ما يمتلكه شعبها من قدرات على كافة المستويات. ولهذا قال شيشرون حكيم روما: إن أرادت روما أن تبقى على قيد الحياة وتعيش وتستمر بالوجود، عليها أن تحتفظ بالعناصر التي أوجدتها. من الذي أوجد روما؟ يتساءل. إنه السيف الروماني، وعندما ذهب الروماني وسيفه انتهت روما، لا يمكن أن تبقى. قد لاحظ شيشرون أن الشباب الروماني بدأ يقلد اليونانيين على أساس
اشتغالهم بالفن والفلسفة، وقال لهم: روما ما وجدت من أجل هذا، روما آلة عسكرية، إن توقفت هذه الآلة العسكرية انهارت. وهذا الشيء الذي حصل. وأضاف شيشرون بأنه يجب أن تحتفظ الدولة أو الثقافة أو أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات على مقومات قامت على مقومات معينة أو عناصر معينة، يجب أن تحتفظ بهذه العناصر. هنا أصل إلى ختام هذه الحلقة، وأخيرا أكرر اعتذاري للشرفاء والشريفات من شعب الأمازيغ الأصيل في كل الكرة الأرضية، متمنيا لهم الصحة والعافية. وسوف أقوم بإغلاق التعليقات في هذه الحلقة على غير العادة، حتى لا يستغلها المغرضون في إثارة الفتن، الذين لا يريدون اعتذارا أو توضيحا، بل يريدون صب البنزين في النار لإرضاء شهوات الفتن لديهم. كما سوف تكون هذه الحلقة الأخيرة لي في شهر رمضان، ونشوفكم على خير، وكل عام وأنتم بخير.